هو الأول والآخر والظاهر والباطن وهو بكل شيء عليم. ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون الذين آمنوا وكانوا يتقون. فالولي هو المؤمن التقي. ويقول الإمام الشافعي: إذا رأيت الرجل يطير في الهواء ويمشي على الماء وهو غير متبع لشرع الله فاعلم بأنه ولي من أولياء الشيطان وليس وليا من أولياء الرحمن. الولي هو المؤمن الموحد التقي الذي حقق الإيمان وحقق التوحيد وحقق تقوى الله سبحانه وتعالى. ومن تاب وعمل صالحا فإنه يتوب إلى الله متابا.